المورينجا دي بقى فيها حاجة تميزها يعني مش موجودة في أي نباتات تانية، عشان فعلا هي فعلا اسمها تري أوف ميركل، شجرة المعجزات. إيه هي؟ في حاجة اسمها زياتين. الزياتين ده هرمون النباتات اللي بيعمل يعني زي عارفين زي هرموناتنا كده، هرمونات الذكورة وهرمون الأنوثة. اكتشفوا مادة الزياتين دي بتعمل إيه يا دكتور؟ أول حاجة غير حائط الصد اللي هو الأنتي أوكسيدنت، بتحمي الجلد من السرطانات، بيدي بش يعني بيخلي جلدك أنعم ومقاوم للشمس وما يجيلوش سرطان جلد أبدا. دي حاجة. تاني حاجة بيدي زي عارفين بالبلدي إكسير الحياة. الزياتين ده اللي ما يعرفوش ده إكسير الحياة بالنسبة للنبات، وإحنا بناخده منه. فبيعمل إيه؟ السيدات اللي سألوني على المشاكل بعد انقطاع الطمس الهرمونات بتبوظ، لو خدت مورينجا الزياتين ده هيظبط هرموناتك ويحسنك أضعاف. الرجال اللي عندهم مشاكل خاصة لو خدت كل يوم كوباية مورينجا الموضوع ده بينتهي تماما. ولو يعني اتجوز عليكي عيب المورينجا ما تلومنيش انا.